يوسف، يمكن المباراة بدأت بدقيقة حداد على روح الطفل ريان المغربي. الله يرحمه طبعا. ويمكن كان الملفت للنظر ان مش فكرة اللعيبة بس هم اللي افتكروا ريان، لان الجمهور ايضا كان يعني معاه الصور، والصور دي بدأ يرفعها في المدرجات الجمهور المصري للطفل ريان، يعني تحليدا لذكرى، وفي نفس الوقت يعني وكأن الإنسانية كلها اجتمعت في مباراة اليوم ومنذ 5 أيام مضت على يعني حب هذا الطفل ربنا يرحمه طبعا. أحمد، أنا أصلاً الصراحة شفت صورتك، يعني أنا شفت صورتك وشفت فيديو وأنت بتحمل أيضا الصورة بتاعت ريان، وفرحت جدا، وخدت بالي ان كمان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمان، يعني في منهم البعض موجود هناك ورافعين صورة ريان وحاطين وداعا ريان، جمهور حتى ما كانش مهواش من التنسيقية، جمهور من المصريين اللي سافروا برضو رافعين في إحساس واهتمام حقيقي. جمهور السنغال جم خدوا منا صورة ريان عشان يرفعوها هم كمان في مدرجاتهم. الله، يعني مش فكرة بس شباب التنسيقية، فعلا يمكن هم اللي بدروا وهم اللي رفعوا او اوائل الناس اللي رفعت صورة الطفل. لفتة رائعة ريان، ده حقيقي، ويعني دايما احنا متعودين منهم على كده، وان كانت انا شهادتي فيهم مجروحه يعني مش عارف ده، لكن الصوره متداولت زي ما بقول لك في الاستاد كله وفي كل المدرجات، سواء كان من جمهور السنغال او جمهور الكاميرون اللي النهارده بينضم كمان للجمهور المصري في المدرجات، في حاله من الفرحه الشديده جدا.